وهذا سائل يقول: إذا أذن المؤذن وشخص في الشوط الرابع في منتصفه، فهل يعيد الشوط كاملا أم يكمل من حيث وقف؟ إذا أذن المؤذن فيه فرصة أنه يكمل طوافه قبل الإقامة، يطوف ويكمل يطوف ما دام المؤذن ما يقطع الأذان، ما يقطع الطواف، يكمل إلى أن تقام الصلاة. فإذا أقيمت الصلاة يتوقف ويصلي مع المسلمين، فإذا انتهت الصلاة يبدأ الشوط الذي صلى فيه يبدأه من جديد من الحجر، وأما الأشواط التي قبله فهي صحيحة. نعم.